فالله يرحمه يوم وفاته كنا مجموعه من كان في مجموعه في المنتخب والباقي موجودين في النادي. اليوم ده كان تمرينه يعني كانت خفيفه لانه بعدها هيبقى في تمرينه كمان وبعد كده اجازه، فكانت تمرينه هتبقى خفيفه يعني ما فيهاش حاجه، 5 على 2 وبتاع، وبعدين نلعب تقسيمه صغيره حتى في نص الملعب عشان ما كانتش اللعيبه مكمله، ونلعب تقسيمه انا كنت في فرقه وامير عبد الحميد كان في فرقه، وكنا بنختار كل واحد فينا بيختار مجموعه من اللاعبين. محمد كان بيلعب مع امير، ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه كان بيلعب مع امير، وكان وائل رياض موجود، كان مجموعه كبيره جدا من اللاعبين في الوقت ده في الجيل ده كانوا موجودين. فكنا مقسمين الفرقه في نص ملعب كده او من ال 18 لغايه نص الملعب الثاني. محمد فجاه واحنا بنلعب لقينا محمد وقع، ما يعني كنت انا يمكن من اقرب الناس اللي موجودين لمحمد ومجموعه اللاعبين الثانيه، فجاه لقينا محمد وقع. فطب يا عم محمد يلا قوم، عايزين، والموضوع سخن يعني التقسيمه كانت سخنه، كنا بنلعب ده سخن على ده، فيلا محمد قوم والعب وبتاع. فلقينا محمد ما بيقومش، ده كل ده في ثانيه او في ثانيتين تقريبا يعني. فكلنا رحنا على محمد، الحقيقه كانت لحظه صعبه علينا كلنا. يعني انا عمري في حياتي الواحد ممكن ينسى حاجات كتيره جدا جدا جدا، ولكن اللحظه دي بالنسبه لنا بالنسبه للمجموعه اللي كانت موجوده كانت لحظه صعبه جدا جدا جدا، وانا لا اتخيل ان هي ممكن حد ينساها في حياته. يعني حتى كل ما الواحد يعمل حاجه ويفتكر الواقعه دي، يفتكر الواقعه دي عشان يعرف قد ايه ان احنا في ثانيه كل حد بيروح. محمد كان بيملى الملعب، كان زي ما حضراتكم عارفين بيجري في كل حته ناحيه الشمال، بيعمل اوفرات كويسه في الملعب لما بتشوفه في التمرين في كل حاجه. ففجاه تلاقيه وقع وما بيقومش، فجاه تلاقي محمد وقع الله يرحمه وما بيقومش. فمش مصدقين، احنا ما زلنا مش مصدقين ايه اللي بيحصل، وما زلنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. وكان دكتور ايهاب علي كان موجود في ذلك الوقت، جري على محمد وشاف، قال لك لازم ننقله في عربيه دلوقتي، في عربيه اسعاف. خدنا محمد عبد الوهاب في عربيه وائل رياض، انا اتذكر الموضوع ده، ورحنا المستشفى اللي جنبنا ما كانتش فيها بعض الامور، رحنا مستشفى اخرى. برضو عمري من اللحظات اللي انا عمري في حياتي ما انساها اللحظه دي، كانت لحظه صعبه جدا 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 علينا كلنا. المجموعه اللي كانت موجوده كلها كانت موجوده، كنا واقفين في الكوريدور في المستشفى ومستنين دكتور ايهاب الحقيقه ان هو يطلع من عند محمد الله يرحمه. طلع الدكتور ايهاب ومشي، وكانت الامور الحقيقه كلنا رحنا له يا دكتور ايه الاخبار، قال لك الله يرحمه. عمرنا ما كنا هننسى، عمري في حياتي، انا واحد من الناس اللي عمري في حياتي ما هنسى اللحظه دي، ودايما هفضل متذكر هذه اللحظة، وهفضل أحب هذا الرجل لأنه شخصية محترمة جدا وإنسان محترم جدا يستحق كل التقدير، يستحق كل الاحترام. يمكن حضراتكم ما تعرفوش أنا كنت بحب محمد الله يرحمه إزاي، لأنه كان من أقرب الناس إلى قلبي فعلا، كان دايما موجود عندي الحقيقة، في بيجي عندي البيت ويقعد معايا، وكنت ببقى مبسوط جدا بوجوده معايا. الله يرحمه كان شخصية محترمة وكنا كلنا بنحبه، وهيفضل دايما محمد عبد الوهاب في قلوب كل الأهلوية، لأنه محمد يعني أنا مش عايز أخلص كلام عن محمد الحقيقة يعني، ولكن سيظل دائما محمد عبد الوهاب في قلوب كل الأهلوية. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل.